بسم الله الرحمن الرحيم. انا دكتور احمد عيد الاجهوري. احنا النهارده باذن الله هنحاول نشرح باختصار ازاي نشغل الجهاز اللي هو المكتا اللي هو سبيكترم 4000 ام، تمام؟ وده الجهاز اللي موجود عندنا في المستشفيات، واحنا عندنا 15 نسخه منه موجودين في المستشفيات. فلما لقينا كتير من الدكاتره مش قادره تفهم ازاي الجهاز ده بيشتغل، قلنا نعمل زي فيديو يساعد الناس ازاي بيشتغل. فاحنا هنفتح دلوقتي الجهاز مع بعض من هنا، تمام؟ الجهاز اول ما بيفتح بياخد وقت شويه، بيعمل انترنال تيست، تمام؟ زي ما احنا شايفين قايل ايه، بيرفورمينج انترنال تيست، ودي حته سيفتي في الجهاز اللي هو بيشيك على كل الكهرباء بتاعت الجهاز. بعد ما الجهاز خلص الانترنال تيست بتاعه بيقول لك ادجاست الكونتراست بتاعك، وده لو انت اول مره هتفتح الجهاز من الكرتونه هتيجي هنا من الزراير اللي هنا، في واحد بيخلي الشاشه لايت، ادينا مش شايفين حاجه، واحد بيخلي الشاشه دارك، الزرار اللي تحتيه بيخلي الشاشه دارك، كل واحد بيظبطها على حسب عينه على حسب ما هو شايف. تتظبط مره واحده وخلاص ما بين دكتور للتاني، وبعد ما يقول لك ظبط الكونتراست بتاعك هتروح انت عامل ايه؟ اكزيت من هنا، تكيت على اكزيت، زرار اكزيت عشان تروح داخل على الشاشه الرئيسيه اللي هي فيها البارامترز وازاي هتشتغل. الشاشه الرئيسيه بتاعت الجهاز ده يمكن هي شكلها زحمه شويه، بس بعد كده هتلاقي عينك متعوده عليها وتعرف تبص على ايه وما تبصش على ايه. ببساطه عندنا هنا الطريقه الاساسيه اللي الجهاز ده بيقيس بيها مجموع الكهرباء اللي بتديها للعيان. مجموع الكهرباء اللي بتديها للعيان دي بتتقاس بكذا طريقه، كنا زمان بنقيسها بالجول زي ما احنا شايفين هنا، تمام؟ هو قايل لك هنا اللي انت 2 جول، وزي ما احنا عارفين الجول ده بيعتمد على الامبيدنس او الريزيستنس بتاعت العيان، فبيقول لك على افتراض ان العيان الريزيستنس بتاعته 220 اوم فانت هتدي له 2 جول. وطبعا دي طريقه مش دقيقه وما انصحش حد من الدكاتره يبص عليها او يتعود عليها. خلينا دايما نبص على المقياس دوت اللي هو التشارج، اللي هو قايل لك 11.5 ملي كولوم، وده بيسموه يعني زي سمري متريك، يعني مقياس تلخيص لكل البارامترز اللي انت شايفها تحت، اللي هي تشمل البالس ويدث اهو 0.3 ملي سكند، بعد كده الفريكونسي 20 هرتز، تمام؟ وبعد كده الديوريشن بتاعت الاستيمولاس ترين كله اللي هو 1.2 سكند. يتبقى لنا البارامتر الرابع اللي هو الكرنت، وهو مظبوط هنا على 800 ملي امبير، وهنعرف ازاي. دي البارامترز اللي تحت، تمام؟ لو بصينا على الجنب هنا هنلاقي زي مسطره، ماشي؟ والمسطره دي مكتوب تحتيها اوفر، مكتوب تحتيها اوفر. المسطره ديت وظيفتها اللي هي بتقيس الامبيدنس او ريزيستنس بتاعت العين. طبعا الامبيدنس هي الريزيستنس بالنسبه للمخ، لان الامبيدنس هي حاجه متعلقه بالتيار المتردد اي سي، لكن الريزيستنس متعلقه بالتيار المستمر دي سي. في المخ الاثنين زي بعض تقريبا، لان المخ ملوش كاباسيتنس ولا اندكتنس، تمام؟ مش هندخل شويه في الكهرباء، فخلينا في موضوعنا دلوقتي ان المسطره دي بتقيس الامبيدنس او ريزيستنس بتاعت العيان عن طريق اللي هي بتمشي فيه يعني كهرباء بطريقه بسيطه جدا، ما بيحسش بيها، ما يكهربهاش. ادي الاثنين الكترودز اهم، هم عشان بعاد عن بعض طبعا فهو ايس اوفر. انا لو حطيت ايدي مثلا كده برضك هيفضل ايس اوفر، لكن لو بدات المس الاثنين وبعض هتلاقيها بتتحرك معانا وبتنزل وممكن توصل لاندر، فهي وصلت لاندر لان انا لمستهم ببعض. فدي وظيفتها اللي هي بتقيس الريزيستنس بين العيان. الجهاز دوت متظبط اللي هو يدي البالس بتاعته لما تكون الريزيستنس تحت ما بين 100 وفوق ما بين 2000 اوم، تمام؟ طيب في ايه تاني عندنا في الجهاز ده قبل ما نخش على الاستيمولس؟ الجهاز ده لو بصينا في الجنب هنا في زرار اسمه منيو، تمام؟ ده بيدخلك على الاربع برامج اللي متسجلين في الجهاز، ودي يعني اهم نقطه اللي نحب الدكاتره تركز عليها دلوقتي. اللي احنا عندنا اربع برامج، اربع برامج زي ما انتم شايفين فيهم الاربع بارامترز بتاعت الامبلس بتاعتنا اللي احنا هنديها للعيان، تمام؟ اللي هي البالس ويدث والفريكونسي والديوريشن، الديوريشن اوف ستيمولاس ترين كله اللي انت هتديه للعيان، والكرنت.
تمام. احنا عندنا اربع برامج بنتنقل بينهم عن طريق زرار منيو زي ما احنا شايفين. انت كيت على المنيو هتلاقي انا بختار ما بين الاربع برامج، هختار ما بين الاربع برامج. لو اخترت مثلا اي برنامج وليكن ده، هروح متك على اكزيت خارج، يبقى انا كده شغال بالبرنامج ده. نرجع تاني عشان نفهم بس الفرق بين البرامج دي. البرامج دي لو تلاحظوا بتختلف اساسا في البالف ويدث، البالس ويدث تمام. فعندنا اهم برنامج وده اللي برشح اغلب الدكاتره تشتغل بيه لغايه بس لما يبقى لينا دورات متقدمه ونقدر نفهم كل برنامج وظيفته ايه، اللي هو البرنامج الاخير الرابع اللي هو البالس ويدث بتاعته او العمود زي ما شايفين 0.7، يعني توصل لغايه 0.7، هي بتبتدي من 0.3 لغايه 0.7 ملي سكند، والفريكونسي بتاعته لغايه 120 هرتز، وهي بتكون بادئه اقل من كده حوالي 20 هرتز، والديوريشن بيوصل لغايه 8 سكند، ودي اوصل ديوريشن في العمود، اطول ديوريشن لو شفنا هتلاقي اطول ديوريشن 8 سكند، والكرنت مظبوط على 800 ملي امبير. الاربع بارامترز دولت هم اللي بيحددوا الانتنسيتي بتاعت الاستيمولس اللي انت بتديها، والسمري متريك بتاعهم اللي احنا بنقيس بيه بالنسبه لنا هو الملي كولوم، ودي وحده قياس التشارج يعني الشحنه، وده الاي بي اي يعني هي اللي اختارته من سنه 2001. طبعا كلنا متعودين على طريقه القياس بالجول، فطريقه القياس بالجول مش دقيقه شويه، هي بتلم كل الحاجات دي مع الريزيستنس بتاعت العيان، وهنعرف ليه هي مش دقيقه لما نخش كمان شويه. طبعا في اجهزه قديمه اوبسوليت تعتبر تاريخيه كانت بتقيس بالفولت، وهنعرف برضك ان الفولت ليه مش مظبوط لما يلم المعاملات دي كلها، لان الفولت هيعتمد برضك على الامبيدنس والريزيستنس بتاعت العيان، ويخلي الكرنت يبقى فيريبل مع الريزيستنس ديت. طيب هنمشي زي ما احنا مرشحين لكم اللي احنا هنختار البرنامج الرابع، وانا بنصح كل الدكاتره في المستشفيات يمشوا عليه، لان الالترا بريف بالس ديت اللي هي 0.3 لغايه 0.7 دي اقل واحده في السايد افكت، ودي احدث واحده في العالم، واسهل واحده تعمل سيجر اندكشن، واكتر بالس توفر لنا في الانرجي او التشارج اللي احنا هنديها، يعني بتوفر في الطاقه او الشحنه اللي احنا هنديها للتلت او للربع. يعني انت العيان بتاعك لو كنت قبل كده بتعالجه عند 100 جول مثلا، العيان لو انت دخلت على البرنامج ده هتعالجه عند 30 او 40 جول. بعد ما اخترنا البرنامج ده هنطلع بره اكزيت تمام. كلكم معاكم في الجهاز ده مستلمين حاجه زي كده اسمها هيد لود بوكس. اللود بوكس اهو عباره عن صندوق فيه فتحتين، ده هنجرب فيه، ده يعني كانه زي راس البني ادم، هندخل فيه الالكترودز بتاعتنا اهو، دخلت الالكترودز بتاعتنا، ده زي راس البني ادم، فده هنجرب فيه بقى لغايه اخر الفيديو ده، مش محدش يقول احنا بنجرب في مين، تمام؟ طيب نظره سريعه على الزراير اللي هنا، ده الزرار بتاع الباور ده اللي فتح الجهاز ومنور اخضر معناه اللي انت اوكي، ده الزرار بتاع الاستيمولس وحمايه متغطي على طول، وانصح كل دكتور بعد ما يخلص يروح مغطيه كده، وده الزرار كيبل بيوصل العيان تفك وتربط من هنا، دي سهل. طيب عندنا ايه تاني زراير ممكن نحتاجها؟ عندنا هنا في زرار تايمر لو احتاجناه نحسب، وزي ما انتم شايفين اول لما وصلنا الالكترودز باللود بوكس ده اللي هو سيميوليتر العيان، هو الراجل قايس لنا دلوقتي الاوم 1700 1770 1760، هتلاقيها بتلعب وانت طبعا مع العيان هتلاقيها برضك بتقعد تتحرك قبل ما تدي الجلسه اللي هو معدي كارنت، يعني بص انا اهو هقعد العب في الالكترودز هي قاعده بتتحرك معايا زي المسطره، عينيك دايما تبقى عليها، ودي فائدتها بصراحه الاساسيه اللي هي مقياس ليك لطريقه التوصيل بتاعتك، هل انت بتوصل كويس ولا مش بتوصل كويس، كل مره بتوصل زي بعض ولا يوم واكل كويس فبتوصل كويس، يوم تعبان ما بتعرفش توصل. ويمكن الدكاتره الحمد لله اللي دربناهم هنا كل واحد خلاص بعرف بيجيب الامبيدنس بتاعته عند كام تمام. طيب ودي طبعا يعني ضروري تبقى ليك انت عشان تحدد بيها الافشنسي بتاعت التوصيل انت موصل صح ولا لا. وطبعا لو انت الاوم ديت قاست اعلى من 2000 الجهاز مش هيدي اصلا، يعني لو اوفر زي مثلا كده انا عملت كده وبقت اوفر، لو جيت ادي الاستيمولس تمام هيقول لي اهو patient impedance is incorrect must be in the range of 100 to 5000 ohms وكلير، يعني اطلع بره تاني تمام. نفس القصه لو انا برضك وصلتهم ببعض وعملت بينهم شورت مش هيحصل شورت ولا حاجه، الجهاز ده فيه سيفتي وهيفصل منك هقول لك اللي انت زيرو مش هعرف اشتغل. طيب
البارامترز اللي قدامي البارامترز انا حد شحن العيان عند 11.5 ملي كولون زي ما انا شايفها تحت هنا تمام اللي هي عباره عن ايه عباره عن بتلم ملي 0.3 ملي سكند تحت بالس ويدث و20 هرتز وعلى مدى 1.2 سكند اللي هو ستيمولس ترين ديوريشن على 800 ملي امبير الاربع حاجات دول لو لميتهم مع بعض هيعملوا لي 11.5 ملي كولون اللي هم الانرجي بتاعتهم الطاقه بتاعتهم حوالي 2 جول على افتراض ات العلامه بتاعتكم المشهوره اهي بتاعت الايميل ان الريزيستنس بتاعت العيان 220 اوم ودي التكه اللي الدكاتره تاخد بالها منها. اذا لو انت قدرت توصل بالريزيستنس بتاعت العيان ل 220 اوم فانت هتدي للعيان 2 جول. طيب ازاي اوصل ل 220 اوم وانا قاري 1770 ملي كولوم؟ يعني ده كلام مش منطقي. لازم تفهم ان الريزيستنس المتقاسة على شمالك دي ريزيستنس حاجه بنسميها ستاتيك امبيدنس او ستاتيك ريزيستنس يعني قبل ما تشتغل وقبل ما توصل ده العين هو قاعد. لكن انت لما هتيجي توصل الستيمولس ترين بتاعك هيحصل حاجه اسمها دايناميك امبيدنس ان انت لما حاطط الجل وحاطط الالكترود وضغط الكهرباء ماشيه فالمقاومه بتنزل المعوقه بتاع التيار بتنزل فبالتالي بتقيس المقاومه الثانيه. تعال نجرب ندي الستيمولس دوت بدون اي يعني تعديل اللي هو الاستيمولس ده كله عباره عن 11.5 ملي كولون ويمثل 1% من قدره الجهاز ده للانتنسيتي. فمش عايز الدكاتره تبص على الانتنسيتي كتير، عايز الدكاتره تبص على الملي كولون في الاول لغايه لما تقدم وتبقى فاهم. بص على الانتنسيتي يبقى حافظ الجهاز بتاعك ده ايه، لان طبعا موضوع الانتنسيتي بيختلف من جهاز للتاني. فخلينا نتدرب مظبوط عشان لو ربنا كرمنا ورحنا على جهاز احدث زي الكيو او زي الثايماترون مثلا هتبقى فاهم تشتغل ازاي. ويا ريت ننسى قصه الجيو دي خالص لان هي كل الناس مقتنع بيها وهنعرف ليه دلوقتي هي غلط. لو حبينا ندي الاستيمولس ده ادي الزرار بتاع الاستيمولس هنفتحه تمام وافضل خانق عليه ماشي. نرجع تاني على الشاشه دي عشان بس نشوف ايه اللي هيحصل. اهو بيقول استيمولس اباوت كير، جرس بيديك متقطع جرس طويل يدي الجلسه. ده بقى الكلام اللي احنا عايزين نشوفه. لاحظوا بسرعه هنا اللي فيه تايمر من ساعه لما انت اديت الاستيمولس بتاعك الوقت قد ايه، وده مش مهم مش هتقدر تقيس بيه السيجر. انتوا عارفين في اول السيجر بيبقى فيه حركات مش حاسبينها وهتكلم في الكلام ده بعدين. بص على الموضوع الـ 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 الارقام الكتير المكتوبه اللي ممكن شكلها مرعب. الصف ده اسمه ستاتيك، الصف ده اسمه دايناميك، مش مختلفين في حاجه غير في الامبيدنس. ادي الامبيدنس اللي كنا قاريينها قبل ما نبتدي الجلسه 1760، وادي الامبيدنس اللي حصلت لما ادينا الجلسه 306. الراجل كان قايل لك قبل الجلسه انا هدي 2 جول لو العيان كانت الريزيستنس 220، بما انها كانت 306 فانا اديت 2.5. هو ده اللي حصل. فاذا لما انت تيجي تكوميونيكيت مع زمايلك وتقول لهم والله انا عالجت العيان عند 2.5 جول، يجي الدكتور بعد كده يجيبها على 2.5 تطلع له حاجه ثانيه. تقول له لا ده انا عالجته عند 2 جول، هو مش موصل زيك وعامل ريزيستنس ثانيه فبالتالي ما عرفش يوصل للرقم بتاعك. يبقى اذا دي البارامترز اللي تعالج عليها، تعالج عند 11.5 ملي كولون 0.3 ملي سكند بالس ويدث 20 هرتز 1.2 ديوريشن اوف ذا ستيمولس 800 ملي امبير اللي هم كلهم على بعض يعملوا لي 11.5 ملي كولون اللي هي التشارج او الشحنه اللي هي عباره عن 2.5 جول لما العيان كانت الريزيستنس بتاعته 306. دي البارامترز اللي تسجلها عندك في التذكره. بعد ما خلصت الاستيمولس ده بتعمل اكزيت تطلع تاني. بيعمل انترنال تيست تاني الجهاز ده كل ما هتطلع يقعد يعمل انترنال تيست. طيب نيجي بقى للجد